قبل 3 سنوات الهام رباني هيك اللي جاني قوم سوي حاجة لفقراء المسلمين وأروح أمواتك. حبزت انه تكون الاكلة اللي الجريشة بالتحديد لانه اكلة تراثية وتاريخية وبنفس الوقت مفيدة ومغذية للجسم. والله في اقبال متزايد والناس مبسوطة، يعني بقول لك هذه حتى يعني الاكلة زي ما حكيت لك أنا أكلة تاريخية وزاكية ومغذية، ويعني في سمعت من البعض يقول والله كان نفسي فيها من زمان. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.